الرئيس يخفف معاناة المصريين بزيادة الأجور والمعاشات. سعادة غامرة وردود فعل إيجابية سيطرت على كافة المواطنين بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، إضافة إلى الزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة، مما اعتبرها البعض بداية لجني برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس. وتكشف هذه الزيادة عن مدى شعور الرئيس بمعاناة المصريين وسعيه الدائم لتخفيف أعبائهم لمواجهة الغلاء والعمل من أجل مصلحة محدود الدخل وتقدير المواطن المصري الذي أثبت أنه شريك في بناء الوطن والدفاع عنه. هو إنسان مصري، دم مصري، حر، فبالتالي هو حاسس بالشعب وأكيد صوتنا بيوصل، بدليل أن هو عمل المعاق، عمل المرأة، يعني ابتدى الفئات بتاعت الشعب عارف تصنيفها ايه، فاهم الدنيا ماشية ازاي. الزيادة اللي بدأت دي في الأجور دي بدأت يعني ايه انتعاشة للشعب، يبدأ يحس ان اللي انت صبرت عشانه هتبدأ تاخد ثماره، او اللي انت زرعته هتبدأ تجني الثمار بتاعته. هو كده حاسس بينا الحمد لله، وبعدين هو عامل لنا حاجات كتيرة كويسة في البلد، مش وحشة، كويسة بالنسبة للناس بتاع المعاشات والأجور. انت عارف الدنيا غالية، والحاجات اللي قالها الرئيس ده حاجة كويسة جدا، يعني حاجة بالعقل كده، يعني راجل بيزود المرتبات وزود المعاشات، هنقول ايه يعني غير كده، حاجة كويسة جدا. يعني حاسس بينه وحاسس بالناس. يعني بعد قرار الرئيس والله فرحنا، اللي هو ايه معاشه، اللي هو زود المعاشات وكويس، فده احسن قرار هو تنفذ في التوقيت ده. هو قلبه على الناس وحس بالغلا وحس بالحاجات اللي هي تعب الناس، والناس اشتكت كتير، فهو بدا يعني هو الحمد لله، ولسه ده، وكل ما تتحسن البلد كل ما يزود كويس. والله يا قرارات بناءه وقرارات ممتازه جايه في وقت مناسب، برضو هتخلي الناس يعني الروح المعنويه تزيد عندها، وربنا ييسر كده الايام الجايه نسمع عن قرارات احسن وحاجات تفيد الناس اكتر. يعني كما تمثل هذه القرارات خطوة قوية لدعم الأجور التي تم رفعها من 1200 جنيه للحد الأدنى لتصبح 2000 جنيه، وصرف العلاوات الجديدة بدءا من شهر يوليو المقبل. كما منح الرئيس العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيه شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيه شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 من يونيو 2019، وبحد أدنى 75 جنيه شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وستكلف حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجهها الرئيس الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30 مليار ونصف مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28 مليار ونصف المليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة. أهلا بحضراتكم. اللي حصل اليوم السبت اللي فات أول امبارح، وتصريحات الرئيس حول زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والعلاوة وما إلى ذلك، أنا عارف أنتوا سمعتوا فيه كلام كتير وتحليلات كتير وتفسيرات كثيرة، وأعتقد أنه ما فيش حد مختلف عن اللي حصل ده شيء إيجابي جدا. يعني ما اعتقدش ان في حد هيطلع يقول والله لا انا معترض على اللي حصل ده، والا يبقى مجنون او مغرض، واحنا ما بنكلمش لا المغرضين ولا المجانين. هو ايجابي جدا، وطبعا احنا مستنيين الاكتر، طبعا مستنيين الاكتر، والشعب المصري والمواطن المصري خصوصا متوسط الدخل ومحدود الدخل وفي بعض الشرائح معدوم الدخل، قدر المعاناة والصبر اللي صبروه، محتاجين زيادات اكتر وحد اعلى، حد ادنى اعلى من كده. كلنا محتاجين زياده علشان نواجه الغلاء في الاسعار وتبقى في تحسين حقيقي لحياه المواطن، ده اتفاق، لكن في النهايه دي خطوه سليمه على الطريق الصحيح. انا عندي في اللي حصل ده ثلاث عناوين رئيسيه، مش هطول على حضراتكم فيهم. العنوان الاول قبل ما نخش في التفاصيل هو انه اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان هذه العلاوات وهذه الزيادات في احتفال الدولة المصرية بالمرأة المصرية، ده في حد ذاته رسالة.
كان ممكن يعلنوا الأسبوع ده، وكان ممكن يعلنوا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة من أسبوع، وكان ممكن يعلنوا في عيد العمال اللي جاي، كان ممكن يعلنوا في أي شيء، خصوصا أنه هو هيتطبق مش من بكرة، مش من 1 إبريل ولا 1 مايو، ده هيتطبق ستارتنج أو بداية من 1/7/2019 اللي هي بداية السنة المالية الجديدة. يعني كان ممكن يصبر ويعلنها في أي مناسبة تانية، لكن إصراره على إعلانها في يوم احتفال الدولة المصرية بالمرأة المصرية هي رسالة وكأنه هدية للمرأة المصرية التي تستحق هذه الهدية على صبرها وكفاحها ونضالها وتضحياتها، لأن المرأة المصرية دي هي وزير المالية في كل بيت، وهي المرأة المعيلة اللي بتشتغل بروحين، روح الأب وروح الأم، وهي أم الشهيد اللي قدمت أغلى ما تملك للبلد في الشرطة والجيش وحتى من المدنيين، فهي المرأة التي استطاعت إنها تقدم لهذا الوطن في رأيي أكثر مما قدم الرجل في السنوات الأخيرة، فكأنها هدية ورسالة للمرأة في عيدها، وكأنها هدية للأم للمرأة. وطبعا شهر عيد الأم وشهر عيد المرأة شهر مارس، فكانت الرسالة واضحة في هذا الإطار. 2، إنه لو ما كانش ده حصل كانت الناس ربما تفقد الأمل وتقول لك الصبر اللي صبرناه والمعاناة اللي احنا عانيناها خلال الفترة اللي فاتت يبدو إنها هتبقى دائمة وأبدية. وبيني وبينكم كمان هو ذكاء من الرئيس وذكاء من الإدارة المصرية، إنه في اللحظة المسؤولين في الحكومة ومنهم وزير المالية طلع خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا قالوا إن احنا برنامج الإصلاح الاقتصادي ابتدى يؤتي ثماره، ووزير المالية أعتقد من ثلاث أسابيع طلع والقال لأول مرة ما يبقاش فيه عجز في الموازنة بتاعت الدولة، وإن المصروفات تبقى قد الإيرادات. خدوا بالكوا الموازنة بتاعت الدولة دي ملهاش علاقة بالديون، احنا لسه علينا ديون خارجية قد كده، والدولة بتحاول انها تقصقصها، يا اما تسقطها يا اما تسددها يا اما تقلل فوائدها، وشغالين كويس الحقيقة في الموضوع ده. لكن انا بكلمك على الموازنة الداخلية اللي هي انت بتصرف كام وبيخش لك كام. طول السنوات اللي فاتت اللي بتصرفه كان اكتر بكتير من اللي بيخش لك، فبالتالي كان في عجز، كان في عجز، فبتستلف زيادة. لأول مرة وزير المالية يعلن انه الدنيا مكيت مكيتة، اللي رايح قد اللي جاي، وده معناه ان انا اللي كنت بستلفه اقدر اوفره، وتحوش لدي بعض الحاجات اللي انا كنت بستلفها وبدفع فوائد ديونها وبتاع، اقدر اصبها في الخدمات سواء في الاجور او المرتبات او تحسين المعيشة او تعليم وصحة ومرافق وصرف صحي واسكان وما الى ذلك. فالتصريحات دي كان لازم تترجم على ارض الواقع، المواطن مش هيفضل يسمع تصريحات، واحنا كنا بنسمع الناس في الشارع يقولك تصريح وزير المالية كذا، كان المواطن يقولك فرحتي استفدت انا ايه، كلت وشربت ايه، فكان لازم يحس بده، وده اللي حسه من تصريحات الرئيس اول امس، وقال لك لا الدولة ما كانتش بتكذب علينا، ما كانتش بتبكش علينا، ما كانتش بتنيمنا بس علشان نفضل صابرين، لا الصبر حدود، ودينا وصلنا للحدود وابتدت زي ما قلت لكم بالبلدي كده تندع، وهذا المفروض انه يكون اول الغيث مش اخره، اللي حصل ده اول الغيث، والمفروض بعد كده مع التأمين الصحي مع الإصلاح بتاع التعليم مع زيادة الموارد، والحمد لله الاحتياط النقد الأجنبي بيزيد، العملة الأجنبية في البنوك بتزيد، الاستيراد بيقل والتصدير بيزيد، يعني كل المؤشرات بتقول إن احنا ماشيين في السكة الصح، فاضل توفيق ربنا وإن كل واحد فينا يشوف شغله، كل واحد فينا يشوف شغله، ما نقعدش نتفرج ونستنى ونقول ها أما نشوف هيعملوا إيه، هما مش هيعملوا حاجة لوحدهم، لازم كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض، والنتيجة ان شاء الله ما فيهاش شك عندي انها هتبقى خير طالما النوايا كلها صافية وخير. الرسالة الثالثة او العنوان الاخير الرئيس نفسه قاله في الحفلة او في الاحتفالية، في بعض الناس وهو الرئيس بيتكلم عن هذه الزيادات وهذه العلاوات، فالناس قالوا له يا رئيس الاسعار هتغلى فهتاكل الزيادات دي، والحقيقة الرئيس كان في منتهى التوفيق لما رد وقال اتفضلوا. وانا بقول لكم دلوقتي وبرضو هناشد التجار وهناشد الدولة انها تقوم بمزيد من الاجراءات لضبط الموقف، لكن صدقوني انا الحاجة دي غليت، شكرا مش عايزين، بس كل سنة وانتم طيبين، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وحضرتك طيب،
هي دي القصة. الحاجة دي غليت، شكرا مش عايزين. ليه الرئيس قال كده؟ وليه انا بقول لكم ان هو كان في منتهى التوفيق والإجادة؟ اولا علشان هو هنا بينمي ثقافة المقاطعة الشعبية او القرار الشعبي، ان انت يبقى عندك قرار كشعب طول الوقت. يا حكومة عمل لنا مش عارف ايه، يا رقابة عمل لنا مش عارف ايه، يا مباحث التموين عمل لنا مش عارف ايه. طب وانت ما بتعملش ليه؟ انت دورك ايه؟ شغلتك على المدفع ايه؟ اكيد مش بررم، اكيد. فانت مواطن وصاحب قرار، ومجموعة المواطنين في حي عندهم قرار جماعي انه السلعة دي غليت بدون وجه حق، بلاها. مفيش حد بيموت لو ما كلش لحمة، ومفيش حد بيموت لو ما كلش جبن، ومفيش حد بيموت لو ما كلش سمك، ومفيش حد بيموت لو ما ركبش عربية. اي سلعة تغلى بدون مبرر قطعوها. واعتقد انه حملة خلية تصدي كانت خليل قدام حضراتكم انه التجار بيقولوا جاي، التجار العربيات والمعارض بيقولوا جاي لانه المبيعات قلت جدا، فبالتالي اتخرب بيتهم جدا كويس، فبالتالي مؤثرة وبتجيب نتيجة. اي سلعة كمان الرئيس كان موفق لما قال قطعوها. ليه؟ لانه ده اقرار من الدولة اللي انا بقوله لكم بقاله كام سنة ومش راضين تصدقوني. مفيش حاجة اسمها رقابة على الاسواق يا اخوانا يا اهل العقل والمنطق والدماغ. مفيش حاجة اسمها الرقابة على الاسواق. الرقابة على الاسواق دي بس تبقى على السلع الفاسدة منتهية الصلاحية، الغش التجاري، الغير مطابقة للمواصفات، كل ده تمام. لكن رقابة على أسعار السلع مفيش، واللي يقول لكم كده يبقى بيكذب عليكم. وأنا مبسوط إن الرئيس ما كذبش على الناس دلوقتي، الرئيس قال لهم أنا هنخاطب يعني إيه؟ هنخاطب يعني نقول لهم كده بالاحترام، يا جماعة ما يصحش، ما تاكلوش العلاوة بزيادة أسعار، ما تخلفوش ضميركو، اعملوا مش عارف إيه، بمنتهى الاحترام بس مخاطبة ومناجدة، لأن الدولة والحكومة لا تملك إلا المناجدة في الحكاية دي. واخدين بالكو؟ بس المناجدة. مفيش قانون في الدولة المصرية يمنع تاجر أو بقال أو خضري أو فكهاني أو سوبر ماركت إنه يغلي سعر السلعة دي أو يقللها. الكوباية دي تمنها 5 جنيه المفروض تتباع ب 7 جنيه، لو رحت سوبر ماركت بيبيعها ب 200 جنيه. مباحث التموين ما تقدرش تعمل له حاجة، مفيش جهاز في الدولة ينزل يقول له أنت حرامي، يقول لك يا جماعة ده سوق حر، أنا بحطط لها سعر 200 جنيه، اللي عايز يشتري يشتري واللي مش عايز يشتري عنه ما اشترى. فأنا بفهمكم بس علشان ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم لأ وإحنا هنفعل الرقابة على الأسواق، مفيش رقابة سعرية. في رقابة تموينية لها علاقة بالجودة، بالمحتوى، إن السلعة دي صالحة ولا مش صالحة، تاكلها ولا ما تاكلهاش، مناسبة ولا مش مناسبة. لكن سعرها كام من ساعة ما أسقطنا التسعيرة الجبرية وبح، مفيش حاجة اسمها رقابة على الأسعار، مفيش. فالرئيس قال لكم مفيش حاجة اسمها كده، السلعة اللي تغلى بدون مبرر قطعوها. وأنا بقول لحضراتكم هم كلمة أخيرة، الاسعار والعلاوات والحوافز والمعاشات دي هتغلى من 1/7، هتعلى من 1/7، الدوله هتديها من 1/7. انا عايزكم تصوروا دلوقتي، كل مواطن دلوقتي السلع الاساسيه اللي بيشتريها يصورها، يروح يصور سعرها. احنا في ايه؟ في 1/4 اهو، فاضل 3 اشهر، 4 و5 6. السلعه اللي تغلى من دلوقتي ل 1/7 اعرفوا ان التاجر بتاعها مش هقول حرامي، بس هقول ضميره ميت، لان مفيش سبب لزياده سعرها. الدولار بينزل مش بيعلى، فبالتالي الاستيراد المفروض ان ثمن السلعه المستورده هتبقى اقل مش اكتر. ثم ما حصلش ضريبه، ما حصلش مش عارف قيمه مضافه، ما حصلش اي حاجه تزود سعر السلعه، فبالتالي التاجر اللي بيكسب دلوقتي حاجه يفضل يكسبها. صوروها 1/7 حاجه غليت، جرسوهم، وبعد ما تجرسوهم قطعوهم. تمشي؟ تمشي.